في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لتقديم الرعاية الصحية لمحتاجيها في كافة التخصصات ودعما لعمل المؤسسات الطبية المتخصصة، تم تأسيس جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي بمبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، بهدف مساعدة مرضى الفشل الكلوي في كافة مناطق المملكة دون الحصول على الربح المادي، حيث شملت خدمات الجمعية الإسهام في تأمين الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها الخاصة بمرضى الفشل الكلوي، بالإضافة إلى تشجيع ودعم البحث العلمي وبرامج الوقاية والتوعية الخاصة بأمراض الكلى وزراعتها. وتشير الإحصائيات والتقارير أن عدد المصابين بمرض الفشل الكلوي في المملكة العربية السعودية قد ارتفع عن الأعوام السابقة ليصل إلى 15,000 مصاب، في حين يبلغ عدد مراكز غسيل الكلى 189 مركزا. لذا تحرص الجمعية على توعية الجمهور بمخاطر الفشل الكلوي والعوامل المسببة له لتفادي ارتفاع الإصابة بهذا المرض، كما تسعى من خلال رؤيتها إلى إيجاد قطاع صحي قادر على تلبية احتياجات مرضى الفشل الكلوي بكوادر وطنية مؤهلة، والعمل على توفير البرامج الاجتماعية التي تقدم العون للمرضى ودعم برامج التبرع بالأعضاء بما يتناسب مع الزيادة المضطردة في أعداد مرضى الفشل العضوي النهائي. بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي عددهم حاليا حسب إحصائيات المركز السعودي لزراعة الأعضاء تجاوز 15,000 مريض ومريضة. العدد يتضاعف بحدود 10% سنويا. هذا العدد طبعا يقابل شح في الكلى المتبرع بها سواء كان محليا أو خارجيا، مما دعا الجمعية لتكثيف نشاطها لإيجاد مراكز للغسيل الكلوي لحماية المرضى إلى أن يتم إيجاد كلى للزراعة. وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية وحرصا من الجمعية على توفير مختلف أوجه الدعم لمرضى الفشل الكلوي أو الزارعين أو المتبرعين وذويهم، فقد قامت الجمعية بتوقيع اتفاقيات مع كافة الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية لتخصص بموجبها كل جامعة عددا من المقاعد الدراسية لمرضى الفشل الكلوي أو الزارعين أو المتبرعين وذويهم من الدرجة الأولى من السعوديين في التخصصات المناسبة التي يحتاجها سوق العمل وتوافق عليها الجامعة. كما تعمل الجمعية على تنفيذ برنامج تأهيل القوى البشرية للعمل في مراكز الغسيل الكلوي، ويهدف هذا البرنامج إلى قيام الجمعية بإعداد برنامج تعليمي بالتشاور مع جامعة الملك سعود ومستشفى القوات المسلحة بالرياض ووزارة الصحة لمدة 2.5 سنين للطلاب والطالبات من حملة الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي، لتوظيف الخريجين والخريجات على الكادر الصحي كفنيين للغسيل الكلوي الدموي. الجمعية أيضا لديها برامج أخرى فيما يخص الجانب الاجتماعي، مثل قبول أبناء وبنات مرضى الفشل الكلوي والزارعين في الجامعات والمعاهد والمؤسسة العامة للتعليم التقني، بحيث أنه حاليا أصبح لدينا من دخل في هذه الجامعات وهذه المعاهد أكثر من 4,000 طالب وطالبة. يتم التعاون مع الجامعات بفحص المتقدمين وانطباق شروط البرنامج عليهم، ومن ثم عرضها على لجنة البرنامج والرفع بقوائم لكل جامعة من هذه الجامعات. ويحظى مرضى الفشل العضوي وزارعي الأعضاء بعناية واهتمام خاص من حكومة خادم الحرمين الشريفين نظرا للزيادة المضطردة في أعدادهم، حيث صدرت موافقات سامية وقرارات تؤمن حقوق هؤلاء المرضى وتساعدهم
على التخفيف من معاناتهم وآلامهم مع مرض الفشل العضوي، منها منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة للمتبرعين بالأعضاء الرئيسية، وهي القلب، الكبد، الكليتان، النخاع العظمي. منح الموظف المصاب بالفشل الكلوي إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم إجراء الغسيل له بالتقنية الدموية. زيادة المكافأة التي تعطى لذوي المتوفين المتبرع بأعضائهم لمرضى الفشل العضوي. اعتبار العسكري المصاب بالفشل الكلوي غير لائق طبيا للخدمة العسكرية، ويعامل بموجب المادة رقم 15 من نظام التقاعد العسكري، ويصرف له 70% من آخر راتب كان يتقاضاه قبل التقاعد. يستمر المتبرعون بالكلى في عملهم واعتبارهم لائقين للخدمة العسكرية، وفي حالة تدهور حالتهم يحالون إلى التقاعد، ويصرف لهم 70% من آخر راتب يتقاضونه. صرف إعانة مادية سنوية لمرضى الفشل الكلوي وخاصة المحتاجين منهم مبلغ قدره 10,000 ريال. الموافقة على اقتراح جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي بشمول مرضى الفشل الكلوي بنظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية من حيث الإعانات وبطاقات التخفيض وكافة الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية لفئات المعوقين. منح مريض الفشل الكلوي الذي يعمل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر في اليوم الذي يجري فيه الغسيل الكلوي، ويتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية أجر هذا اليوم. وتشير الأرقام الصادرة عن جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي أن عدد المرضى الذين تم عرضهم على اللجنة الاستشارية بالجمعية تجاوز 1,200 مريض ومريضة للالتحاق ببرنامج رعاية غسيل دموي وبرنامج زراعة الكلى ومتابعة مرضى ما بعد الزراعة منذ انطلاقة البرنامج في غرة محرم من عام 1428 للهجرة، موزعين على مراكز الغسيل الكلوي في جميع مناطق المملكة. وتبلغ التكلفة السنوية لجلسات الغسيل الكلوي للمريض الواحد نحو 115,000 ريال، تشمل خدمات الغسيل الكلوي بما فيها الأدوية الوريدية والأساسيات والفحوص الدورية وعلاج الحالات الطبية الطارئة التي تحدث مع المريض أثناء جلسة الغسيل الكلوي، إضافة إلى خدمة النقل والمواصلات من وإلى مراكز الغسيل الكلوي وتكاليف إجراء العمليات الجراحية وعمليات زراعة الكلى وأدوية ما بعد الزراعة. حيث تقوم الجمعية بالتعاون مع الشركة الوطنية للتأمين التعاوني بدفع تكاليف علاجهم للمراكز والمستشفيات التي تقدم خدمة الغسيل الكلوي. وانطلاقا من الأهداف الاستراتيجية لجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي، وتنفيذا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة الصحة والجمعية، فقد تم إجراء مسح ميداني بالتعاون مع الجمعية والقطاعات الصحية المختلفة، شملت تقييما لمراكز الغسيل الكلوي والنواحي الصحية والاجتماعية لمرضى الفشل الكلوي النهائي، لمعرفة وتحديد الاحتياجات الفعلية الحالية والمستقبلية لهذه الشريحة من المجتمع. وقد تم اعتماد نتائج تلك المسوحات الميدانية من المقام السامي الكريم عام 1428 للهجرة كبرنامج وطني لرعاية مرضى الفشل الكلوي بالمملكة. وبناء على نتائج تلك المسوحات قامت الجمعية بإعداد برامجها العلاجية والصحية والاجتماعية، وكذلك البرامج الإعلامية والتعليمية والتدريبية والتأهيلية.